السلام البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم معكم صفه بالطريقه ديالي اللي كتصدق ناجحه 100% وسهله في الطياب، ما كتاخذش طياب مزيان وكتجي يعني طايبه وبنينه في الماكله ديالها. نتوما كما كتشوفوا خديت نص كيلو ديال الصفه النوعيه الجيده، غادي نحاول نقيها ما يكون فيها حتى شي حاجه. عاد واش غادي ندوز ندهنها بالزيت؟ راه كما كتعرفوا ضروري خصني ندهنها بالزيت وتعطيوها الزيت مزيان باش حتى يعني ما تعجنش ليكم في الكسكاس. راه قلت لكم هكا نقيها، راه يعني نقيه ما فيها حتى شي حاجه، غير انما انا نحيد داك الشك وندوز عليها يديا. صافي غادي ندوز دابا ندهنها بالزيت، الزيت الروميه. عطيوها شويه الزيت باش كما قلت لكم باش ما يعني تعجنش لينا في الكسكاس، حتى هكا يوصلها الزيت كلها. نتوما كما كتشوفوا راه ساهله باش يعني تتلبس بالزيت. ملي كتلبس بالزيت راه كتفور وكتبقى شاده في راسها. هاد يعني هاد الخطوه هذه ضروريه، الزيت ضروريه تبقوها بحال هكايا عاد باش تلوحوها في الكسكاس تفور باش تصدق لكم ناجحه 100%. صافي دابا غادي ندوز نديرها في الكسكاس من بعد ما طاب ليا الماء اللي في البرمه ونتلاقاو. غنجيب الكسكاس ديالي كما كتشوفوا وغادي نطرف هادي شويه وغادي نعمر الكسكاس اللي عندي. صافي كما قلت لكم غادي نقفل على الكسكاس ديالي مزيان باش ما يخرجش داك الفوار، وغادي نديرو فوق البرمه ديالو حتى كتفور مزيان مزيان باش يعني تعرفوا راها طابت. خاصها باش تعاودوا ليها هاد الصفه هذه كتولي يعني مطلعه هاد الريوس هادو كتولي مشوكه. هذوك الوقيته راه صافي يعني حيدوها باش تعاودوا ليها بالماء وديروا لها واحد جوج او ثلاثه التفويرات، صافي راه غادي تكون واجده. بعد ما طبخ ليا الماء في البرمه غادي ندوز نقفل كما قلت لكم، نقفل على بالبرمه والكسكس باش ما يخرجش هذاك الفوار ونستافدوا منه باش طلع لينا مزيان الصفه ديالنا. نتوما انا درت غير ميكا، كاين اللي كيدير حتى شي كتانه بحال هكا كيسردها او وكيديرها باش ما يخرجش داك الفوار. صافي غير هكايا، وغادي نضيف الكسكس ديالي.
صافي بهذه الطريقه هذه ما غاديش يخرج الفور، وغادي طيب لينا الصفه دغيا. هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما طابت كما قلت لكم ها هي تشوكات، صافي راه طابت، خليت عطيت حقها مزيان في الطياب. غادي نقلبها في هذا البانيو. صافي غادي ندوز دابا نخوي عليها داك الماء اللي فورت عليها هاد الصفه هادي، ضروري من هاد العمليه هادي باش يلا كتجينا في الطياب. نخويو عليها الماء طايب كما قلت لكم اللي فورتها عليه، حتى كنخويو كامله ونخليها غير شويه. غنجيب الفوي نحلها به، كنحلها في هذا الماء اللي طايب مزيان كما كتشوفوا، ما نخليهاش تشرب مزيان او يعني نخليها بزاف. صافي دابا غادي ندوز نصفيها في الكسكاس. صافي بارك عليها، حيت الا خليتوها بزاف غادي تجيكم هذه الصفه هذه بحال غير مسلوقه في الماء او بحال طايبه في الماء، تيبقى فيها ديك النكهه ديال الماء ماشي ديال التفوار. صافي هي الصفه ديالي من بعد ما صفيتها من داك الماء كما كتشوفوا، غادي ندوز دابا نديرها في القزعه ونحلها مزيان حتى كتنشف وندهنها ونرجعها باش طيب الفوره الثانيه. صافي الصفه ديالي كما كتشوفوها هي راه حليتها في واحد القزعه بحال هكايا، خليتها مزيان باش يعني تنشف وندهنها عاد باش نردها للكسكاس تفور الفوره الثانيه. يعني هي بدات كتنشف كما كتشوفوا. صافي غادي نخليها شي شويه وغادي نديرها ندهنها ونديرها في الكسكاس ونديها تفور الفوره الثانيه. صافي من بعد ما نشفت غادي نديرها في الكسكاس كما قلت لكم باش تفور الفوره الثانيه. راه هي نشفات ما دهنتها ما درت ليها لا ما سقيتها لا بالماء لا حتى شي حاجه. صافي كافيه داك الماء باش سقيتها قبيله، خليتها مزيان حتى نشفات. صافي نعمل الكسكاس ديالي وغادي نردو باش يفور ليا الفوره الثانيه، ونعطيه حتى هو الوقت الكافي باش يعني يفور مزيان وتجيني الصفه ديالي ناجحه 100%. نعمل الكسكاس اللي عندي حيت كما كتعرفوا خص الصفه ولا الطعام اي حاجه بحال هكايا كتحيدوها باش تنشف، تكون قليله شويه في القزعه او في البانيو باش يلا كتنشف ما يبقاش فيها داك الماء. نعمر مزيان الكسكاس ديالي، هذه ديالي قسمتها على جوج، النص درته في البانيو والنص درته في القزعه. كما كتعرفوا راه غير كتفور بحال هكايا الصفه، غير كتعاودوا ليها يعني كتضاعف الحجم ديالها. صافي نردو دابا يطيب ونتلاقاو من بعد ما يطيب في الفوره الثالثه. صافي الصفه ديالي من بعد ما فارت لي الفوره الثانيه هانتوما كما كتشوفوا قلبتها في القزعه هذه باش نحلها. دابا غنحلها انا بالحليب، ما غاديش نحلها بالماء، الحليب كيعطي واحد المذاق زوين ملي يعني ملي كتاكلها بحال هكا كتحس بالمذاق ديال الحليب ماشي بحال الماء. غادي نزكيها كامله بالماء عفوا بالحليب اللي قلت لكم، حتى كتشرب ليها الحليب مزيان مزيان. انا كامل هاد الصفه غنطيبها غير بالحليب، ما غاديش ندير ليها الماء باش كتعطي كما قلت لكم واحد المذاق زوين. صافي نستمر بحال هكايا حتى كتشرب ليا هاد الحليب، ونخليها عاوتاني حتى كتنشف ونردها باش تفور ليا الفوره الثالثه. صافي ونتلاقاو من بعد ما تفور الفوره الثالثه باش نقدموها ان شاء الله. صافي من بعد ما نشفات كما كتشوفوا غادي نرجعها تفور ليها الفوره الثانيه، عاد باش غنحيدها ندير ليها السنيده والملحه. كما لاحظتوا راه مازال ما درت ليها حتى شي حاجه، غنضيفها كامله في الكسكاس ونتلاقاو من بعد ما تفور.
هذه هي التفويره الثالثه من بعد ما فار ليا الفوره الثالثه صافي هاني حيتها كما كتشوفوا. باش دابا غادي نضيف عليها شويه ديال السنيده وواحد الفاني ضروري انا كنسم في الفاني كيعطي واحد النكهه رائعه لهاد السفه هذه. وغادي ندير شويه ديال الملحه صافي نخلطهم مزيان. غادي نضيف واحد الساشي ديال الفاني او جوج نقدر ندير حتى لجوج كتعجبني هاد النكهه ديال الفاني ندير جوج كما قلت لكم وندير سنيده والملحه. انا كن يعني السنيده كندير القدر الكافي من دابا كاع ما نحتاجوش كاع في التالي باش نزيدوها. وندير الملحه على حساب الذوق ما يجيش مالح وما يجيش عاوتاني مسوس راه ضروري خص الملحه تكون. غادي نضيف الملحه واحد راس معلقه كما كتشوفوا وغادي نضيف السنيده. السنيده غادي نضيف اللي غيكفيني حتى لواحد 6 المعالق تقريبا ولا اكثر. المهم اني كنخدم وكندوق حتى نلقى الذوق اللي عجبني. هذه هي المعلقة الرابعة خمسة المعلقة السادسة صافي غنخلط كلشي مزيان مزيان وندوق. الا جا في الذوق هو هذاك صافي ما غنزيد والو. الا كان مازال خاصني نقدر نزيد. هي مازال سخونه كما كتشوفوا. سمحوا لي على راه ضربات ليا شويه الكاميرا بالفوار ديالها. السخونيه هذه هي اللي غادي تذوب ليا داك الفاني وديك السنيده والملحه حتى هي. غنحرك مزيان حتى كيدخلوا هاد السنيده وهذا كلشي مع بعضياته ونرجع معكم. صافي الصفه ديالي ها هي من بعد ما وجدات كما كتشوفوا كنحلها صافي راه طابت خدات حقها مزيان في الطياب. صراحه ما شهيتكم فيها كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم تجربوا الطريقه ديالي في الصفه كتجينا شحال 100% خصوصا بداك النكهه ديال الفاني والحليب كما قلت لكم راها صراحه كتجي رائعه 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 بزاف. الا جربتوها متاكده 100% ما غاديش تندموا عليها وما غاديش تستغناو على هذه الطريقه هذه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم والا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايك والا كنتو مازال ما مشتركينش في القناه شاركوا وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالي وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. خليكم معايا حتى الاخير.